السلام عليكم. في هذه الحلقة أحببت أن أقدم لكم بعض التطبيقات المجربة والتي بالفعل تمتاز بسمعة حسنة والتي يمكنك استغلالها لتحقيق بعض الأرباح من خلال هاتفك. هذه التطبيقات قمت بالبحث عنها وبصراحة تعبت في البحث والله إخواني، واخترت لكم أسهل وأفضل تطبيقات لكسب بعض الدولارات. أتمنى منكم الضغط على الزر لايك لنستمر في طرح مثل هذه المواضيع والحلقات الربحية. إذن فاصل ونواصل. على بركة الله، معنا أول تطبيق فرونتو، فهو متوفر على أجهزة أندرويد فقط. دور هذا التطبيق يقوم بعرض الأخبار والإعلانات على شاشة هاتفك، وفي المقابل تتمكن أنت من كسب بعض النقاط، وهذه النقاط يمكنك تغييرها للحصول على المال، في حين أن الأرباح ليست عالية إلا أن الجهد يكون معدوما لأنك غير مطلوب منك فعل أي شيء. المبلغ الذي يتم دفعه من 0.01 سنت إلى 2 دولار أمريكي، ويمكنك سحبه عن طريق الباي بال، فيزا، إلى غير ذلك من يعني الطرق الدفع التي تراها الآن على الشاشة. التطبيق الثاني فوب يعمل الموقع كمنصة إلكترونية تصل بين المستخدم الذي يريد عرض صوره إلى الشريحة المهتمة بشراء الصور كالوكالة الإعلانية، عبر إتاحة رفع الصور للمستخدمين المسجلين في الموقع، ويتيح لك التطبيق للتسجيل في موقعهم كمصور فوتوغراف أو كمشتري صور فوتو باير، وذلك عبر موقعهم أو تطبيقهم على iOS الخاص بالآيفون أو على الأندرويد. يتيح لك رفع الصور لتبدأ بنشر صورك وعرضها للبيع. أما بالنسبة لسحب النقود فالموقع يدعم الباي بال وكحد أدنى 5 دولار. هنا شيء مهم أريد أن أوضحه يا إخواني وأخواتي، فالموقع يعرض جميع الصور المنشورة من المستخدمين بقيمة 10 دولار، وعند شراء أي صورة يعني في الخاص بالفوتو باير يعني خاص كمشتري للصور فأنت تكسب 5 دولار، وعمولة الموقع يأخذ 5 دولار. أما التطبيق الثالث كاش بيرات، فكرة التطبيق تتبلور في كسب النقاط ومن ثم تحويلها إلى أموال وكسب نقاط في اختبار بعض التطبيقات أو مشاركة في إعطاء آراء أو إجراء استبيانات أو دعوة الأصدقاء إلى غير ذلك. فأنا قمت يعني بشرح ذلك الموقع في سنة 2014 على ما أتذكر، ولحد الآن فهو يعمل بشكل جيد وأسحب منه عن طريق الباي بال بيتكوين بدون أي مشاكل. فيمكنكم التعرف عليه أكثر، سأترك لكم رابط في أسفل هذا الفيديو. ولدينا التطبيق الرابع جوجل أوبينيون ريوردز. قد يستغرب البعض ويقول بأن لجوجل لديها تطبيق ربحي. نعم إخواني وأخواتي، فلديها تطبيق ربحي والذي يعتمد على كسب المال من خلال الإجابة على الأسئلة أو إجراء استبيان، حيث يمكن للمستخدم الحصول على دولار واحد لكل استبيان كحد أقصى، وبعد يعني من انتهاء من مرحلة تعبئة الاستبيان وإرساله سيكون لديك في الرصيد على متجر جوجل بلاي 1 دولار يعني، وسوف تستفيد منه في شراء تطبيقات أو كتب أو أشياء أخرى. في الخاتمة لدينا تطبيق معروف يدعى سلايد جو، تطبيق يتيح لك الربح انطلاقا من قفل الهاتف، ففي كل مرة تقفل فيها الهاتف وتريد إعادة فك القفل سيظهر لك إعلان، وكل إعلان يظهر تربح بعض السنتات، هو شبيه يعني بالتطبيق الأول. كما يمكنك كذلك الربح انطلاقا من عمل الريفرل للأصدقاء، فكل صديق تعمل له ريفرل للتسجيل يعني ستحصل على 3 دولار للفرد واحد، أما صديقك فسيحصل على دولار واحد. أما عند تسجيلك الآن فأنك ستحصل على دولار كهدية من التطبيق. أما بالنسبة للحد الأدنى من أجل السحب فهو 7 دولارات، والسحب هنا عفوا يكون عن طريق الباي بال. فالآن يجب أن تجعل هاتفك مصدر ربحي بعدما كان أداة لاستهلاك المال. جميع الروابط التطبيقات ستجدونها في أسفل هذا الفيديو أو في أول تعليق. لا تنسى الاشتراك في قناتنا قلعة الشروح لتوصل بكل جديد، ولما لا الإعجاب بالفيديو، لأني بصراحة تعبت في البحث واخترت لكم الأفضل والأسهل للربح يعني أو كسب بعض الدولارات من هذه التطبيقات. أتمنى لكم التوفيق، دمتم في أمان الله.